كثيرة هي الهوايات التي يعشقها شباب ليبيا، ولكن أكثرها إثارة هي ركوب الدراجات النارية، هواية يحاول من خلالها الشباب إبراز مواهبهم. جمال العربي والتفاصيل. هذه ليست شوارع نيويورك الأمريكية، وإنما أنت هنا في شوارع طرابلس الليبية. شباب تجمعهم هواية ركوب الدراجات النارية واستمتاعهم بقيادتها، أسسوا نادي طرابلس للدراجات والسيارات الكلاسيكية لتنظيم رحلات خارج العاصمة والهروب من روتين العمل. تراهم يرتدون السترات الجلدية ويتحدثون بمصطلحاتهم المألوفة عن الدراجات وأنواعها والأكسسوارات الخاصة بها. من الشباب طبعا انحاء طرابلس وضواحيها ننظموا في رحلات بالبايكز لمناطق اخرى خارج طرابلس، ونراسلوا في ناس، نجتمعوا في الويكند بما ان احنا كنا نشتغل كل واحد في مكان، نتبادلوا في الاراء، نتبادلوا في رحلات، نناقشوا ان احنا في عندنا حتى رؤيه مستقبليه. طبعا هذا كله عندنا نادي احنا اسمه نادي طرابلس الدراجات الناريه والسيارات الكلاسيكيه، نسقوا نمشي لتونس إن شاء الله. عنا حتى بعثنا إيميل لدولة تونس ونحاول إن احنا نشاركوا فيه، لأن هي موهبة ونحب ننموها ونحب نوروا ونعطوا صورة للمجتمع إن احنا يعني عنا موهبة، وهذه شيء نوع من أنواع الرياضات والمواهب يعني. كما تلقى هواية اقتناء السيارات والدراجات الكلاسيكية والمعدلة رواجا واسعا لدى الشباب في ليبيا. خلال السنوات الماضية شارك نادي طرابلس للدراجات والسيارات الكلاسيكية في العديد من المحافل المحلية والدولية بمنظور مميز. صراحة يعني الحاجات القديمة هي جت من الوالد، يعني الوالد أصلا يسوق في مطوات وسيارات الغريبة دي ما كانت من الوالد، لأن الوالد كان الوحيد عند ألفا روميو عند حاجات غريبة، فأنا بدت الهواية بالفولكس فاجن والميني موريس والحاجات القديمة بكل يعني، وخصوصا الأمريكانيات يعني عندك الكاديلاك السبعينيات، يعني مش هني بس يعني كل الشباب اللي بيحب الحاجة هي. ويسعى الشباب الليبي إلى إبراز مواهبهم من خلال هذه الهوايات، ويطمحون إلى مشاركة دولية بالإضافة إلى استضافة بطولات محلية وعالمية للتعريف أكثر بهذه الهواية في ليبيا.